أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة الأمم المتحدة تؤكد ممارسة السلطات الحكومية لأساليب الترهيب ضد نازحي مخيم القيار جنوبي الموصل. وفي الشرق الأوسط نقرأ موسكو وطهران تفتحان ممرا تجاريا بين بغداد ودمشق. وفي البصائر تحذيرات من مخاطر العودة القسرية للنازحين العراقيين. نقرأ في زمان أسعار نفط تتراجع بعد تلميح ولي العهد السعودي لحل غير عسكري مع إيران. جاء في جزيرة نت مسألة الرئيس تتسارع بالكونغرس. التصفح في القدس العربي تركيا تتراجع عن تهديدها بشن عملية في سوريا وتعلن تعزيز الجهود لإنشاء المنطقة الآمنة. وأخيرا نطالع في العربي الجليل، لجان تحقيق بمجلس النواب تأمر محامي ترامب بتسليمها وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا. أهلا بكم. بغداد فجأة وسيط بين طرفي الأزمة، الرياض وطهران في وقت ما زالت تقديرات تتهم صراحة الحشد الشعبي في العراق بالوقوف وراء الهجمات، على الرغم من نفي بغداد تلك الاتهامات ومن تأييد واشنطن هذا النفي. مقال للكاتب إياد الدليمي في صحيفة العرب الجديد. في خلفية المشهد تبدو بغداد غير مؤهلة للعب دور الوساطة في خضم أزمة يبدو أنها في طريقها إلى أن تكون عالمية. فالعراق يعاني من مشكلات داخلية لا حصر لها، وتجاذب الأجندات الخارجية حوله جارا غير موثوق به لدول عربية عديدة ترى فيه ساحة خلفية لإيران، ناهيك عن أن حكومة عادل عبد المهدي تبدو ضعيفة وغير قادرة على أن تمارس سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن محاور الصراع في المنطقة كما أعلنت مرات. يضاف إلى كل تلك الأسباب مشكلات العراق الداخلية والتي يتصدرها الفساد، ولا تقف عند حد مئات آلاف من النازحين الذين ما زالت بغداد غير قادرة على تأمين عودتهم إلى مناطقهم، على الرغم من مضي أكثر من عامين على انهيار تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ومع ذلك وعلى الرغم من كل ما يعانيه العراق، ومع أنه متهم من أجنحة سعودية وحتى أمريكية بأنه بات ساحة لميليشيات تابعة لإيران، إلا أن وساطته التي تقدم بها وجدت قبولا من السعودية وإيران، فطار عبد المهدي إلى السعودية والتقى الملك سلمان ونجله ولي العهد، ومنها طار إلى طهران. وكان قبول الرياض الوساطة العراقية بمثابة مفاجأة لبعضهم، فالعراق كان المتهم الأول بالوقوف وراء تفجيرات أرامكو عبر ميليشيات الحشد الشعبي التي لا تملك حكومة بغداد أي سلطة عليها. أيها السيدة والسادة، تدرك بغداد جيدا أنها أيضا بحاجة إلى التهدئة بين طهران والرياض، فاندلاع عين الزعم بين ضفتي الخليج سيجعل العراق بطريقة أو بأخرى ساحة كبرى لنيرانه، خصوصا أن الصراع السعودي الإيراني سيتم تغليفه بغلاف الطائفية من الطرفين طبعا، والتي كانت سببا ذات يوم في الحرب الأهلية التي أشعلت العراق برمته منتصف العقد المنصرم. نقرأ في الشرق الأوسط عن العراق ومحنة الميليشيات. كتب داود الفرحان في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء فيها بعد 4 سنوات من اختطاف أكثر من 25,000 رجل وطفل من المحافظات السنية في العراق واقتيادهم من قبل ميليشيات الحشد الشعبي إلى معتقلات سرية غير خاضعة للسلطات الحكومية، بدأت الحقيقة تظهر إلى العلن ووصلت إلى أسماع الأمم المتحدة. كل الذي يشاع ويتداول بين سياسيين وأهالي المخطوفين وبعض المنظمات الإنسانية
أن آلاف المغيبين والمختطفين تم نقلهم إلى منطقة جرف الصخر الريفية التابعة لمحافظة بابل وسط العراق. وهذه المنطقة نُكبت في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي، حين تم تهجير سكان كل قراها بحجة البحث عن إرهابيين وحماية بغداد من امتدادات تنظيم الدولة الغاشم. لكن مرت السنوات من دون أن تعطي الحكومة العراقية أي أمل للناس المهجرين بالعودة إلى ديارهم وبساتينهم بعد سقوط داعش. العكس هو الذي حصل، إذ استولت الميليشيات الإيرانية على المناطق المستباحة كلها، وأعلنت أنها منطقة خارج سيطرة الحكومة، وتم تحويلها إلى قلعة حصينة وأنفاق تحت الأرض لمختلف أنواع الأسلحة الأمريكية والإيرانية، من الدفاعات الجوية إلى القذائف والألغام والأسلاك الشائكة والجدران المكهربة ومستشفيات مشبوهة. مساحات شاسعة لا تشملها أي قوانين عراقية ولا تعترف بأي هويات غير هوية الحشد الشعبي، ولا تأذن بدخولها إلا لقادة الحشد. ووصل الأمر إلى منع وزير الداخلية السابق، وهو عضو قيادي في منظمة بدر، أكبر فصائل ميليشيا الحشد، من دخول المنطقة. داود الفرحان يقول: الميليشيات الطائفية العراقية ولاؤها الكامل لولاية الفقيه خامنئي، وهي خارجة عن القانون، وفي كل يوم يمر تزداد محنة أهالي الضحايا وسط صمت دولي رهيب. نقرأ في العرب اللندنية: الصمت والصبر على اختراقات إيران للبيت العراقي تجعل من أساسيات الدولة والنظام والسيادة محل شك كبير. مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية جاء فيه: النظام الإيراني لا تهمه مصالح العراقيين، بل كيفية مواجهة سياسات الخنق التي يتعرض لها، فما بين يديه هو ووكلاؤه يملي عليهم تعليمات المواقف والسلوكيات التخريبية. لقد استنكرت الأوساط الشعبية العراقية هذا التصرف من السفير الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات العربية والعراقية المستقلة. وسبق لجمهور مدينة البصرة أن عبر عن رفضه لنفوذ إيران عبر شعار إيران برا برا، وتم استهداف القنصلية الإيرانية في البصرة. لقد أصبح السفير الإيراني بمثابة بريمر رقم 2 في العراق في استباحته للسيادة والاستقلال، وكان هذا السفير إلى جانب زميله الجنرال قاسم سليماني يتحركان بحرية خلال فترة الانتخابات الماضية عام 2018 في مواجهة النشاط المحدود لمبعوث الرئيس الأمري بريت ماكورد والسفير الأمريكي ببغداد، لكي يتحقق هدف تقدم العناصر الموالية لطهران داخل البرلمان والحكومة، بما يجعل المناخ السياسي والمواقف اللاحقة أكثر فاعلية لصالح المقاومة التي تقودها إيران. إن سفير إيران في بغداد يتحرك دون حدود، ضاربا عرض الحائط جميع الأعراف، وقد نشرت له صورة قبل أيام وهو يجتمع بمديرة تربية محافظة نينوى في مقر منظمة بدر الموالية لإيران، وليس في مكتبه الرسمي بالسفارة. هل يمكن تصور حالة أكثر فضائحية من هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية العراقية دون أن يجرؤ أحد أن يمنعه من ذلك؟ ماجد سامراء يقول: التداعيات السياسية في العراق لا تنحصر في السياسات الداخلية وتفشي الفساد والسرقة ونقص الخدمات في البلاد، وإنما في التناقض ما بين الإعلانات الرسمية بعدم السماح لأن يكون العراق ساحة للصراع وألا يكون في محور ضد آخر، وبين الوقائع التي تقول إن العراق أصبح في محور ضد آخر. نقرأ في الزمان: حصاد أخبار شعب تخلى عن مباهج الحياة. مقال للكاتب والإعلامي نهاد نجيب في صحيفة الزمان، وجاء فيه:
بدأ الفرد العراقي يغضب ويسخط على الأجواء الملبدة بالأحزان المستديمة، ويحلم وعينه تلمع ببريق اللهفة الصارقة باليوم الذي تتاح فيه الفرصة لعودة الشمس في الإشراق من جديد. كشهاب الساطع هوت الثقافة السياسية في العراق من علو وتحولت إلى رماد منثور، ومتابعتنا للأوضاع المؤسفة تذكرة لمن لا يتذكر أو ما يمكن أن يكون عنصر إيقاظ وتنبيه للغافلين والمتغافلين الذين أوصلوا المعارف السياسية إلى أردأ مستوى لها منذ أن عرفناها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وتذكير برجال السياسة العقلاء والحكماء وعلماء الدبلوماسية الصادقة الرصينة بالتزامهم الشديد بخط الهوية ذات النكهة العراقية الأصيلة الواضح بطابعه الوطني وتكوينه البيئي، يمكن أن يكون علامة استدلال شديدة الوضوح لبنية الدولة العراقية كما يجب أن تكون، لا كما أراد لها المتغافلين أن تكون، بعيدة عن تاريخنا وتراثنا وأذواقنا وتقاليدنا. لنعد إذن إلى آثار رواد قوانين السياسة والدبلوماسية الحقة وأساتذتها بعيداً عن الطائفية والمذهبية والعنصرية المقيتة والتبعية الخارجية التي دمرت البلاد والعباد. نعم، لنعد إلى العظماء من المفكرين الأصلاء الذين وضعوا نصب أعينهم أن تكون الهوية عراقية ويكون الانتماء عراقياً خالصاً، فلعلنا في هذه العودة ننهض من سباتنا وعثراتنا ونصيب أخطاءنا ونصحح مسارنا وصولاً إلى خصوصيتنا ذات النكهة العراقية التي أحببناها وعشقناها في سالف الأزمان. الإعلامي نهاد نجيب يقول: دخان وأطنان النفايات التي تحرق منتصف الليل يخنق العاصمة بغداد، ولسان حال السكان الوزراء يسكنون القصور ونحن مفارشنا ركام النفايات. آلاف الخريجين يتظاهرون ويعتصمون بانتظار فرص العمل التي باتت شبه معدومة في ظل ضياع المعايير والمقاييس والاقتتال السياسي من أجل المصالح الشخصية والاستحواذ على المناصب والمال العام. هذا هو حال العراق اليوم. إلى القدس العربي، هل يعزل سيد البيت الأبيض؟ سؤال للكاتب مثنى عبد الله في مقال بصحيفة القدس جاء فيه. وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية هي من أخطر مراحل حكم ترامب بعد فشل الديمقراطيين في إدانته بموضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، فإن الورقة الرابحة بيده في المواجهة الحالية هي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذين لن يتخلوا عنه، على الرغم من أن في صفوف الجمهوريين من لا يؤيده، لكن خروجه من التحقيق من دون عزله سيكون استثمارا سياسيا كبيرا في السير نحو الولايات الثانية، حيث سيحاول إقناع الناخبين المعتدلين والمترددين من أن محاولة عزله كانت تنافسا سياسيا غير شريف، وسيركز على أن الديمقراطيين لا يعيرون أي اهتمام بحياة المواطن، وهمهم الوحيد هو عرقلة الرئيس وإدخاله في معارك جانبية تؤثر على مستقبلهم، كما أنه سيستغل هذه القضية في النيل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية كي يدخل للولايات الثانية وقد سيطر على كافة المؤسسات الرقابية. ولأن الديمقراطيين يعلمون بأن خروج ترامب سالما معافى من هذه الأزمة قد يصب في حملته الانتخابية، فهم سوف يحاولون إنجاز مهمة العزل بسرعة كبيرة كي لا تترافق مع الحملة الانتخابية وتكون تأثيراتها سلبية عليهم في حال فشلهم. الكاتب يقول: ومع ذلك فإن إجراءات العزل ستلقي بظلالها على المشهد السياسي وستدخل الولايات المتحدة في معركة داخلية
شرسة، حدود الربح والخسارة فيها غير معروفة وغير مؤكدة، كما أنها ستشكل فصلاً جديداً من فصول الحياة السياسية الأمريكية ومرحلة من مراحل رئيس يتصرف في كثير من الأحيان خارج الضوابط وقيم الثقافة السياسية المعروفة لمن يسكن البيت الأبيض. جاء في عربي 21 مبكراً يرفع الشيطان الرهيب بنيامين نتنياهو الراية البيضاء فيعيد التكليف إلى الرئيس رؤوفين ريفلين الذي سيقرر ما إذا كان عليه أن يكلف غانتس أم أن الأوضاع ستندفع في اتجاه دورة انتخابية ثالثة. مقال نشره موقع عربي 21 للكاتب طلال عكر. لم يبقى لدى نتنياهو حيلة لإنقاذ رأسه إلا ولجأ إليها باستثناء أن عنصريته تمتنع من حيث المبدأ عن مساومات مع القائمة العربية المشتركة. عرض على غانتس التناوب بحيث يحصل هو على رئاسة الحكومة في السنة الأولى ويترك السنوات الثلاث برئاسة غانتس، وعرض التناوب مع أفيغدور ليبرمان على رئاسة الحكومة، وقبلها عرض على حزب العمل 5 مقاعد وزارية. في كل العروض التي قدمها نتنياهو لم يبد استعدادا لفرط التكتل اليميني، خاصة أن لكل من الأطراف الأخرى التي لجأ إليها شروطه المذلة والتي لا تسمح له بتشكيل الحكومة على أي حال من الأحوال. ثمت حقد ومحاولات لإذلال لنتنياهو من قبل كل الكتل الانتخابية الأخرى عدا كتل اليمين المتطرف التي تلتصق به وتدرك أنها لا تملك حظوظاً أخرى مع غيره إلا إذا قدمت هذه المرة تنازلات جوهرية تخالف طبيعتها والتزاماتها المبدئية. الأمور عالقة بين خيارين، فإما أن يذهب بيني غانتس إلى تشكيل حكومة مع أفيغدور ليبرمان من دون مشاركة القائمة العربية المشتركة التي يقف دورها عند تقديم شبكة أمان لتحالف غانتس. هذا الخيار وارد في حال عدم وجود اعتراضات من قبل حلفاء غانتس أولاً ثم من ليبرمان، خاصة أن العرب يتقدمون بشروطهم التي قد تستثير بعض خلفاء غانتس. هذا يدل على فشل الولايات المتحدة في سياسة الابتزاز التي مارستها على الفلسطينيين والتي كانت نتيجتها حتى الآن استمرار السلطة رغم ما تعانيه من أزمات مالية وتصعيد في الموقف المتحدي للولايات المتحدة وصفقتها وسياستها، وعلى الرغم من كل ذلك فإن اتجاهات الأحداث تظل مفتوحة على احتمالات كثيرة. بعيداً عن السياسة تصدر فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا أبو منبل رجل الثلج شباك التذاكر في أمريكا الشمالية مع بدء عرضه في دور السينما، وحقق الفيلم الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلوي بينيت وألبرت تساي وتزينج نورجاي ترينور، حيث بلغت إيرادته 20.85 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة مراهقة وأصدقائها يعملون على مساعدة رجل الثلج وهو شاب اسمه إيفرست على الالتحاق بعائلته مجددا والهروب من براثن رجل غني ينوي القبض عليه. قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع أن ألعاب الهواتف الذكية غير مناسبة للأطفال غالبا، وذلك بعد اختبار أجرته. وأوضح الخبراء الألمان أن السبب في ذلك يعود إلى عدة أمور، منها حماية البيانات، حيث تجمع العديد من التطبيقات الكثير من البيانات أو تراقب المستخدم مع الحصول والوصول إلى الدردشات والرسائل الصوتية، كما أن بيانات سياسات الخصوصية ليست واضحة تماماً للأطفال، فضلاً عن أنه في بعض الأحيان تنقل التطبيقات بيانات الاستخدام حتى عندما يوقف المستخدم خاصية التتبع. ومن الأسباب الأخرى التكاليف
قد تتسبب فيها مثل هذه الألعاب غير ما يعرف بالمشتريات داخل التطبيق مثل الملحقات الرقمية كالأزياء التي يتم شراؤها لشخصيات اللعبة، وهو ما قد يشكل فخ تكلفة يقع فيه الطفل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.